انا بس عايز اقول لك حاجه مهمه، اتفضل. عشان بس هو شكر طبعا. طبعا جهاز العاب الماء عندنا السنه دي ما شاء الله حدث ولا حرج. كابتن وائل عزت هو رئيس الجهاز، ومعاه كابتن فاضل، معاه كابتن علام، معاه كابتن عمرو، معاه كابتن مدحت، معاه كابتن وليد، مع كل القطاعات، معاه كابتن لامية مختار، كل القطاعات بالمائي غطس وسباحه وسباحه طويله كل حاجه. بس عايز اقول ارقامهم لان الناس برضو لازم تعرف. الناس دي يعني عندهم 1234 ميداليه متنوعه. بسم الله كام؟ 1234 ميداليه متنوعه. بسم الله ما شاء كويس. الله كويس. في ميداليات يعني ما شاء الله عليهم، مراحل كسبينها كتير جدا 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 كويس. السباحه الطويله كاس العالم، حصول على كاس العالم، كره الميه دوري وكاس، غطس حصول على كاس العالم لبطولتي الجمهوريه وكاس مصر، وذلك لاول مره في تاريخ النادي. حقيقي تمام. عشان بس بالي مائي حصول فريق الدرجه الاولى سيدات على بطوله الجمهوريه لاول مره في تاريخ النادي. بشكرهم كلهم، بقول لهم بشكركم جدا جدا جدا، تعبتوا لكن اللي جاي لازم يكون احسن واحسن. كابتن وائل عزت شال كتير مع ست قطاعات ست اجهزه، شال عليا كتير بصراحه وبشكره، لان هو يعني من الناس برضو الدؤوبه. هو يعني طبعا بيشتغل من الصبح بالليل، بس ايه بتقل عليه كتير في حاجات كتيره. بشكره على الهواء، بقول له وائل شد حيلك وربنا يوفقك في اللي جاي، ويلا عايزين بطولات اكتر واكتر، وعايزين بدلات اكتر واكتر ان شاء الله. دايما يظل النادي الاهلي بهذا الشكل.